لا تكاد ولاية تنعي أحد أو بعض سكانها حتى يبدأ الحداد في ولاية أخرى. حوادث إطلاق النار ليست بالظاهرة الجديدة على المجتمع الأمريكي، فالدستور يكفل حق حيازة السلاح للأمريكيين في مادته الثانية، لكن المقلق هو ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار الجماعية ووتيرتها. إنه ثالث حادث إطلاق نار في إنديابوليس هذه السنة، اليوم أيضاً ذكرى 14 لحادثة إطلاق النار التي شهدتها فيرجينيا وراح ضحيتها 33 شخصاً. بالنسبة للرئيس، هذه أولوية يجب أن لا تبقى عالقة بين تجاذبات السياسيين. على الديمقراطيين والجمهوريين أن يتفقوا على مشروع تدقيق خلفية مقتني الأسلحة. أرقام ضحايا حوادث إطلاق النار الصادمة قد لا تعني نسبة كبيرة من الأمريكيين الذين يدافعون عن حق امتلاك السلاح، فقد ازدادت نسبتهم بشكل كبير خلال العقدين الماضيين مقابل انخفاض نسبة المؤيدين لتقنينه من 66% عام 2000 إلى 46% عام 2016، لكن جزءا مهما من هؤلاء بدأ يغير موقفه في السنوات الست الأخيرة على وقع المجازر الجماعية التي باتت البلاد تستفيق على أصواتها كل يوم تقريبا. يجب أن تفرض إجراءات تجعل امتلاك السلاح صعبا. أعلم أن هذا يهين جزءا من الأمريكيين الذين يؤمنون بحق امتلاك السلاح الذي يكفله الدستور، لكن هؤلاء أيضا ينسون أن الدستور نفسه يضمن حق العيش لهم ولأبنائهم. إنهم يفهمون الدستور بشكل خاطئ. لماذا يمكن أن نجد شخصا يحمل بندقية أو مسدسا في الشوارع والمحلات التي نقصدها بشكل يومي؟ ما الغرض من ذلك؟ وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي يفوق فيها عدد الأسلحة النارية تعداد سكانها، فبحسب الإحصائيات لدى كل 100 نسمة من الأمريكيين نحو 120 قطعة سلاح، عدا عما يعرف بالأسلحة الشبح التي يمكن الحصول على أجزائها وتصنيعها منزليا دون أن تحمل أرقاما تسلسلية تمكن من تعقبها، والتي انتشرت مؤخرا في العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية. وقد حاول الرئيس الأمريكي قبل أيام الحد من انتشار هذه الأسلحة على الأقل بتوجيه وزارة العدل لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ظل انقسام المشرعين بشأن قوانين حيازة السلاح. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.